بمناسبة اليوم الوطني للفنان حبيت نحيي كاع الفنانين الجزائريين بصفة عامة وبصفة خاصة فنانين تاع ولاية البوليدة. نقول لهم يعطيكم الصحة على واش راكم تقدموا، على الكونتينيو المليح وعلى الأعمال اللي راكم تقدموا فيها سواء رمضانية ولا سينمائية. وحبيت ندوز ميساج ثاني للفنانين اللي راهم طالعين كيما أنا، رانا نتعلموا بالعقل. ماذا بينا شغل الواحد كي يبدا بخطة ثابتة ويدير حاجة مليحة باش بليطار ما يندمش عليها، وباش تاني تمثل الجزائر أحسن تمثيل. ونتمناو الشفاء العاجل لأستاذنا صالح أقروت، ربي يحفظه وربي يشافيه، ونتمناو الرحمة لكاع الفنانين الجزائريين اللي توفوا وغادرونا. وهذه هي قلت لكم صح. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.